التالي وصول السيد علي بن عبد الله اليحيى والسيد علي بن راشد اليحيى على فوز معزه بالمركز الاول في الشوط الاول الرئيسي. وفي هذه اللحظات تمت انطلاقه الشوط الاول الرئيسي لفئه الحقائق اعدام من مسافه 3 كيلومترات. سباق الاصايل الاسبوع في اول المراكز، هذا معزز للسيد علي بن عبد الله اليحيى في اول المراكز، ثاني المراكز الذيب للسيد سالم بن عبيد بن شينان المري في ثاني المراكز، ثالث المراكز من الجانب الايمن. في هذه اللحظات هي الحفله كريم في ثالث المراكز، هذا شاهين للسيد محمد بن مرقان المقارح المري مع شاهين في ثاني المراكز، رابع المراكز هذا هي الحفله الكريمه شاهين للسيد شبيب بن حمد الوهيبي في رابع المراكز، خامس المراكز هذا شاهين للسيد جابر بن عبد الهادي المري في هذه اللحظات في خامس المراكز، اللي في خامس المراكز هذا شاهين للسيد جابر بن دروة المري في خامس المراكز، اللي في اول المراكز معزز هذا شعار معزة، هذه معزة اللي صالت وجالت في الشوط الماضي وانتزعتها المركز الاول بكل قوة، هذا معزز في اول المراكز السيد علي بن عبد الله اليحيى، اما اللي في ثاني المراكز هذا الذيب السيد سالم بن عبيد او هذا شاهين لسيد محمد بن برقان المقارح في ثاني المراكز، ثالث المراكز شاهين لسيد شبيب بن حمد الوهيبي اتسلل مباشرة الى ثاني المراكز، الرابع المراكز الذيب لسيد سالم بن عبيد بن شينان المري مع الذيب في رابع المراكز، خامس المراكز شاهين لسيد جابر بن ذروة المري في هذه اللحظات مع شاهين في خامس المراكز، روح مع بن يحيى روح مع معزز، هذا معزز للسيد علي بن عبد الله اليحيى مع معزز في ثاني المراكز، ثالث المراكز هذا شاهين للسيد شبيب بن حمد الوهيبي في ثاني المراكز، ثالث المراكز هذا الذيب للسيد سالم بن عبيد بن شينان المري مع الذيب في هذه اللحظات في ثاني ثالث المراكز، رابع المراكز زي الحفله كريم هذا شاهين للسيد محمد بن برقان المقارح المري، ولكن معزز حتى هذه اللحظات هذا معزز للسيد علي بن عبد الله اليحيى في اول المراكز، ثاني المراكز هذا الحفله كريم في ثاني المراكز، هذا شاهين للسيد شبيب بن حمد الوهيبي في ثاني المراكز، ثالث المراكز واصل الذيب للسيد سالم بن عبيد بن شينان المري مع الذيب في ثالث المراكز، رابع المراكز شاهين لسيد محمد بن برقان المقارح المري، خامس المراكز من الجانب الايمن ارى في هذه اللحظات واصل شعار بن مايقة، ارى هذا شعار بن مايقة هذا مستحيل لسعادة حامد بن علي بن مايقة الاحبابي في خامس المراكز، ولكن معزز حتى هذه اللحظات هذا معزز السيد علي بن عبد الله اليحيى في اول المراكز، ثاني المراكز هذا شاهين للسيد شبيب بن حمد الوهيبي في ثاني المراكز، ثالث المراكز شاهين للسيد محمد بن برقان المقارح المري، ولكن معزز وبدون اوامر حتى هذه اللحظات هذا معزز بتعود ملكيته معززه للسيد علي بن عبد الله ال يحيى، هذا معزز يحاول يبعد المسافه رويدا رويدا 400 متر اخيره، وهذا معزز اول المراكز، ثاني المراكز شاهين للسيد شبيب بن حمد الوهيبي، ثالث المراكز شاهين وصل بن برقان في ثاني المراكز للسيد سالم للسيد محمد بن برقان المقارح المري في هذه اللحظات الحفله الكريم في ثاني المراكز، ثالث المراكز وصل في هذه لحظات هذا هو مستحيل لسيد حامد لسعادة حامد بن علي بن ماقة الاحبابي، ولكن معزز في اول المراكز، هذا هو معزز في اول المراكز، وشاهين يخلص المسافة رويدا رويدا، ومعزز حتى هذه اللحظات هذا معزز للسيد علي بن عبد الله ال يحيى، والنقطة الثانية على التوالي ان قلت هانينا والناموس السيد علي بن عبد الله ال يحيى على فوز معزز بالمركز الاول في الشوط الاول الرئيسي، ثاني المراكز شاهين للسيد محمد بن برقان المقارح، ثالث المراكز وصل الذيب للسيد سالم بن عبيد بن شينان المري، تهانينا والناموس للاخوة الفائزين في هذا الشوط، التوقيت الزمني لهذا الشوط 4 دقائق 41 ثانية، 10 أجزاء من السنة، تهانينا والناموس للإخوة الفائزين.